سقط الحصان عن القصيدة، والجليليات كن مبللات بالفراش وبالندى يرقصن فوق الأقحوان. الغائبان أنا وأنت، أنا وأنت الغائبان، زوجا يمام أبيضان يتسامران على غصون السنديان. لا حب لكني أحب قصائد الحب القديمة تحرس القمر المريض من الدخان. كر وفر كالكمنجة في الرباعيات أنأى عن زماني حين أدنو من تضاريس المكان. لم يبق في اللغة الحديثة هامش للاحتفاء بما نحب، فكل ما سيكون كان. سقط الحصان مدرجا بقصيدتي، وأنا سقطت مدرجا بدم الحصان. لي حكمة المحكوم بالإعدام، لي حكمة المحكوم بالإعدام، لا أشياء أملكها لتملكني، كتبت وصيتي بدمي. ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي، ونمت مدرجا ومتوجا بغدي، حلمت بأن قلب الأرض أكبر من خريطتها وأوضح من مراياها ومشنقتي، وهمت بغيمة بيضاء تأخذني إلى أعلى كأني هدهد والريح أجنحتي. وعند الفجر أيقظني نداء الحارس الليلي من حلمي ومن لغتي، ستحيا ميتة أخرى فعدل في وصيتك الأخيرة، قد تأجل موعد الإعدام ثانية. سألت إلى متى؟ قال انتظر لتموت أكثر. قلت لا أشياء أملكها لتملكني، كتبت وصيتي بدمي. ثقوا بالماء يا سكان أغنيتي. سيجيء يوم آخر، يوم نسائي شفيف الاستعارة، كامل التكوين، ماسي زفافي الزيارة، مشمس سلس خفيف الظل. لا أحد يحس برغبة في الانتحار أو الرحيل، فكل شيء خارج الماضي طبيعي حقيقي رديف صفاته الأولى، كأن الوقت يرقد في إجازته. أطيلي وقت زينتك الجميلة، تشمسي في شمس نهديك الحريريين، وانتظر البشارة ريثما تأتي. وفيما بعد نكبر، عندنا وقت إضافي لنكبر بعد هذا اليوم. سوف يجيء يوم آخر، يوم نسائي غنائي الإشارة، لا زوردي التحية والعبارة، كل شيء أنثوي خارج الماضي، يسيل الماء من ضرع الحجارة، لا غبار ولا جفاف ولا خسارة، والحمام ينام بعد الظهر في دبابة مهجورة إن لم يجد عشا صغيرا في سرير العاشقين. يختارني الإيقاع، يختارني الإيقاع، يشرق بي أنا رجع الكمان ولست عازفه، أنا في حضرة الذكرى صدى الأشياء تنطق بي فأنطق،
كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هديل يمامة بيضاء تشهق بي. أخي، أنا أختك الصغرى، فأذرف باسمها دمع الكلام، وكلما أبصرت جذع الزنزلخت على الطريق إلى الغمام سمعت قلب الأم يخفق بي. أنا امرأة مطلقة، فألعن باسمها زيز الظلام، وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب شيطانا يحملق بي. أنا ما زلت موجودا، ولكن لن تعود كما تركتك، لن تعود ولن أعود، فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بي. هو لا غيره من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى، قال: أسطورتي لن تعيش طويلا، ولا صورتي في مخيلة الناس، فلتمتحني الحقيقة. قلت له: إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي حزنه النبوي: إلى أين أذهب؟ قلت: إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال: يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت: دوّن إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتلكك، واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل؟ فقال: ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحب. فسألت: كذبت علينا إذن؟ فأجاب: على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد: خذ بيدي أيها المستحيل، وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش، ولم ينكسر ليموت، فخذ بيدينا معا أيها المستحيل.